طبعا لازلنا مكملين في داخل منطقة الطيور النادرة في حديقة السويدي في الأسبوع الباكستاني، وأنا بيدي الآن أحد الصقور النادرة. ما أحتاج إلا خلف الخلف إنه يكون بجنبي الآن. يا مرحبا، سمعت اسمي؟ يا هلا وسهلا محمد. شبيهك شفه. الله يا صالح. الله الله الله، ما شاء الله. بس على فكرة أبي أقول للمشاهدين إنه هالطيور هي من ضمن الفعاليات اللي تصير في حديقة السويدي، لكن ما لها علاقة بهالأسبوع اللي احنا فيه أو أسبوع جالية الباكستانية. لكن محمد، أنت دائما بسم الله عليك الخيل والصقور ألاقيك دائما حولها لعبتي. طبعا أنت تتكلم عن شيء له علاقة يعني موروث وبعرافة بلا أدنى شك، أصيلة جدا في مجتمعنا. هلا هلا هلا، لا يكفى خطير يا أبو، لا يكفى خطير يا محمد. شكله يبي هدد هو. شوف بقول لك شيء، نرجع مكان عشان نقدر نسولف براحتنا، ايش رايك؟ يلا تصرف معه. بسم الله مشاهدينا. اسلم. ايوه. على بال محمد ما يخلص من الطير. خلصنا ابشرك. الان يا محمد نبي نتوجه انا وياك الى، ليش ما تجرب انت يا خالد؟ لا لا، انا اموري تمام. طيب اموري تمام، على طير ثاني بخليه ان شاء الله. ما عندي مشكله عليها. بالعكس. تابعوا الرياكشن اللي بيصير، بالله تابعوا. انا احس كذا بيصير في فيلم الحين. هم جالسين يسوون حركه انه خلاص يشقلب الطير، شايفين؟ قايل لكم، قايل هذا الرياكشن اللي كنت احكي عنه. تستاهل تفضل. تستاهل. هذه اللي قالوا لك اللي ما يعرف للبغبغاني مو الصقر. تفضل. اعطاني واحده. الحمد على السلامه. الحمد لله السلامة، كويس انها عدت على خير. احنا ما سوينا شيء صح؟ اهم شيء ما في جرح ولا تعور هو، بس الحمد لله. الحمد لله ما تعور صح؟ لا اموره تمام. خلينا نلحق خلف، استمتعنا بهذا المكان. يكمل الحلقه لحالك. ضروري جدا. يكمل الحلقه لحالك. المستشفى اللي موجود داخل الزون. امورنا تمام. على فكره يا جماعه الخير، انا صحيح قوي مع الثعابين، لكن ماني بصديق جيد للبغاوات. يس. لا مو ما له علاقه بالقوه يا محمد. انا قوي هنا ولا هنا. يا سلام. بس القضيه مع شوي يسميه العباط اللي قاعد يعيشه. ممكن او ممكن اول تجربه لك انت. انت قاعد تدافع عني. لا ما ادافع، هذه اول تجربه. انا قاعد ابرر لك. طيب ابيك تمد يدك الان، اطلب منك مدة يدك. انا ما عندي مشكله، انا اشيله بعد. ايوه انا اشيله. دقيقه شوف كيف. لكن ممكن تكون اول تجربه لك يا خلف. شوف حتى بوحده. لا ابيك تلفها اللفه. لا اللفه انا ما اقدر. ممكن لو تدربت عليها اتقنها. بس على فكره اول مره ممكن تكون صحيح. انا اقول لك انه اليوم انا متحمس كثير اني اعيش في هذه الحديقة وننقل للناس تفاصيلها. يلا شيلها.